السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسر دو برنامج كان كوبان ونغهر لا يقا عدا مهيم وينوشيغي إمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة قاعدة ذا وحكها ليس سيدي أيا لولدنا خمايا قفك جاهل كأه إيسا فيها إيكو حد قدبا وقاعدة مهمة أن قصو عنا مالي إيران تيدي إلا هدا وأن رميسنا هاي قفل بأو قاعدة قاعدة ذا إنو كأت كانايو ونكا قليسنايو قفل بأو جاهل أه ونلشي سكون نقضى عقبت هذا هو محي قاعدة ذا سيادو فهمتان أدو لغيستان هذا اللذا إيه حكمة إمام الشافعي فضلا وحسو قاعدة كوبكي نشاها أن قصو دوادا إذنكو معتسن إمام الشافعي وحأولي هاي رحمه الله رحمة واسعة أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه ما در بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه وكلمة آديئات أمعا وحكمة بدا أي كبحذو إمام الشافعي وحأولي هاي أعرض كجيسو استقدتك فرح كقاد عن الجاهل السفيه قفك جاهلك أه السفيه أه استغدتك وفرها كقاد أو كجيسو إذن السؤال حريتهاي من هو الجاهل ومن هو السفيه وكما قفك جاهلك أه وانكما قفك سفيه أه الجاهل ماها قفكا اسكول أنتقن جامعات أنتقن قلنك أنقاذا قفك سماها سفيه لأن واحد جوغة ضد بذن أو ولغودنا جامعات أنتقن اسكولنا أنتقن لكن له حكمة يأقون ذاتك إكولا رقمان بناعك لو حاجوغة ضد بذن أو تقي إسكولو جامعة ذاك صباحي شهادوين قاتي قلنك وحكو برتي لكن هدنا بقن كوذا أخلاق ذوذا إيا معاملة ذوذا أي تهي ميدكو لسن الجهل وسفاها إمام الشافعي كوو كهر لايو وكوو نوع أسوك لا نوما تقفكين جامعاتك صباحي أما إسكولو كصباحي مربها دي لقام ذا صوصع ذا أولاي هاي فهو الجاهل وهو سفيه وامحي السفيه السفيه وقفك هذا لذا أكهر لايو يفعل لذا أقاب أيو وحكا إيمان كرا أن لسعن أن أغين قفك نوع أسلاح الله يقانا السفيه قفك جاهل كأ وقفك هذا لذا أكهر لايو يو رقم ذا أكهر رقم أيو أن أهين مدوافق سن شرعي إسلام كا مدوافق سن عقل بني آدم كا مدوافق سن ونا قدتك إكوة رقمان وكو عينيا وكو أفلقادينيا وكو حق حقينيا وكو حد قدبيا وحل بحماته كاشيغيا إيه؟ إنو كل دقاء يسكو ديايا وكو حس ديا قف كما عاسوك لأيا وحو يهي الجاهل وسفيه لأن وحو كو سمينا وحماته ذا ما أغا وحا كإيمان كرا إيا وحا كرالان كرا دينيا عقليا إيا شرعيا إيا بايلو إنت ما أغا وسكا سمينا أون وسيكا حد قد بيا حتى لغيا بنو قفكا قعان كو قادو إساقو أن أغين What is the consequences? كسو بحكرة أكشن كنوع عصو كلا قف كنوع عصو كلا وحلو يهقان الجاهل والسفيه إمام الشافعي وحاولا يهي أعرض عن الجاهل السفيه وأبض هدا لحبيت ويعايي ويأفلقادي بباتو إيقاستي إمام الشافعي وحاولا يهي فكل ما قال فهو فيه وحول بأكل هاي أكوغو شاق إساق أيا أه لأنه كعانا يا إساق جاهل أه وكو أفلقادينا يا بيكوس إساقا جاهل أه وكو حق حقنا يا بيكوس إساقا جاهل أه وحل بوحماتو كاشيقا يا بيكوس إساقا جاهل أه عربتو حيرهان كل إناء بما فيه ينضحو ويل والبا أما ديكس والبا وحا أودوحا وحل بوشبو قفك جاهلك وحا أودوحانا يو وكو هدلا يو وسمينا يو يه ومانتو لنكو دبس عدا وحا يتهي وفعل إيو أكشن كل سن يا أقوال كل سن حي جهلي لأن فهو جاهل قف كنوع عسو كلاه أعرض عن الجاهل السفيه كسعه موجده سئ وكشح يكبح أو واحد أدا موجد أد أسرع لأن قف كجاهل كوح أدوني موجد أسرع كوجتيد إنه كاسو دجيو وهو كان موجده سئ وإسق ودقين هاي وأنا دكافد وأنا وسق وأنا قشيد ما هنا أسو دقتا ماشى سئ وأنا أدا موجد أدي أد وقصر عيسى لأن إساقا أود أما لهان إنو موجودة أو كاقدب يمادو وحن أسامحين إن أقواشي سي أفعاشي سي وحكو لقمي يوحو سمين عيو وحكلي آد سمين كتاو حيتهي وقبح موجودة هنوع عاسو كلاه وأباد هدا لهذي لباتو إيقايستي
سمعديدو معناها عبينيا وحبو إدميا. إمام الشافعي جواب في عنا يكسيي لقيسو وحاوليه هاي ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه وبيقوين بحر يكعبري اللي يقن فرات وأتقانان وكي العراق ودمذا قاسيسا وحبأ أبي ميسو وبيقى انت وين أن خاض بعض الكلاب فيه إن إياها قاركور لكتا إكورا قان لكتا إقريا وحبأ أبي ميسو وتشبيه عجيب إمام الشافعي وحاوليه أذيقنا سيدو وكلا أياتها قفو حاتهي آد أمقوين قفو حاتهي أقون له قفو حاتهي حلكسة قفو حاتهي أساحيب أشرف إيا وناك قفو حاتهي بلشادة كالحمو قنية قفو حاتهي لتيك سنية والله قد ينايا وحركة أدمي ميسو إن قف جاهل أو سفيه ووحكاشي كسعو فراه كقاد سيدا وبيقى وين إفراد أيسان وحبأ قدمين إن أيها لوكت أجريان أيك ولا خان أيها سوحبك وجودين إن قف جاهل وحكاشي أنا هذا رضا أكره الإمام الشافعي دت كما أنت جوجا علم قبل شذا كهر لوحي ليهن سيدا أقول في عن دت كنوع عصو كلا الله رغم وحي تهاي إن فرها كقادد وأكسعتد صابت وحي كليهن إيجا أيا أه وحي شجيان إيجا أيا كسي فيسا وحي كوت الماميان إيجا أيا كاجدو وحي كوتهم يان سو وحي كليهن كسعوا لكن إمام الشافعي وحى النور شيقي وقتي آدي 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 أدوفك مركة آدي ستان علماء هذا الكوذا حكمته هذا أفهمتان معنوه هذا أكدعه وحد أغاني سادتك ما أنت جوغة أو كهد لعلوم تبول شيدا إيا وحى لمدك إن أي كمهم سيهين علماء دينا وحي النور شيقين إنتي أي إنتي سوقاتين أي وحى لقيابا إن السوق ليي معناها قال كلا أما وجه كلا لو سو سميه وإنو سو قدبيين مالكا دايستان علومة كتبت وذي وحي كهر لين معنا وحن أغانينا إن إنو قتاقين كيد آدياد أوين وكو قيمة بلن ذهبك كان معان ملبك لكن هديلا فهمو هذا لذا نوع عسوك لأ وأن كرخنو وحن شكلهين إن قفك جاهلك أوسن سامين كوغلهانين إن نشا ذا وحبا أوسن أدمين إن دباتو أسن كو قيسانين وأنا قاعدة أن استعمالي for long time إنت هذا حسوس تعيي لماذا ذي إلا أن مقلي كالمذا إمام الشافعي إلا هدا علوم ذي نصوبرتي إلهي خرنسيو هدبا next time مركز صوص عطا وقف جاهل وكو قحد قدبو أما وحو كو قسميو صو حسوسو هذا لضا قيمة هبدا إئو نوشيغي إمام الشافعي وحاندك قتقيا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.